بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مشاهدين الكرام ورحمة الله وبركاته. اليوم في برنامجنا ومضة سنتحدث عن ثالث سجية للإمام الجواد عليه السلام، ألا وهي الإحسان إلى الناس. الإحسان إلى الناس والبر بهم من سجايا الإمام الجواد ومن أبرز صفاته، وقد سجل التاريخ قصصا كثيرة من إحسانه. ما رواه أحمد بن زكريا الصيدلاني عن رجل من بني حنيفة من أهالي سجستان: رافقت أبا جعفر محمد الجواد عليه السلام في السنة التي حج فيها في أول خلافة المعتصم العباسي، فقلت له وأنا على المائدة: إن والينا جعلت فداك يتولاكم أهل البيت، يحبكم وعلي في ديوانه خراج، فإن رأيت جعلني الله فداك أن تكتب إليه بالإحسان إلي. فقال: لا أعرفه. فقلت: جعلت فداك إنه على ما قلت من محبيكم أهل البيت، وكتابك ينفعني. واستجاب له الإمام فكتب إليه بعد البسملة: أما بعد، فإن موصل كتابي هذا ذكر عنك مذهبا جميلا، وإنما لك من عملك إلا ما أحسنت فيه، فأحسن إلى إخوانك واعلم أن الله عز وجل سائلك عن مثاقيل الذرة والخردل. ولما ورد إلى سجستان عرف الوالي وهو الحسين بن عبد الله النيسابوري إن الإمام قد أرسل إليه رسالة، فاستقبله من مسافة فرسخين وأخذ الكتاب فقبله واعتبر ذلك شرفا له، وسأل عن حاجته فأخبره بها، فقال له: لا تؤدي لي خراجا ما دام لي عمل. ثم سأله عن عياله فأخبره بعددهم، فأمر له ولهم بصلة، وظل الرجل لا يؤدي الخراج ما دام الوالي حيا، كما أنه لم يقطع صلته عنه، كل ذلك ببركة الإمام ولطفه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.